الحباب السلام عليكم، كدايرين لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير، اموركم زينه يا ربي كريم. في هذا الفيديو اللي طلب عده السيدات هنجاوب على بزاف الاسئله، وهنشرح بزاف النقط بالنسبه لسيدات الحوامل، بالنسبه لكونجي ماتيرنيتي لا غي مالادي، كونجي بارونتال، بالنسبه لحقوق السيده الحامل في فرنسا. المسائل كلها غنحاول نهضر عليها، ونتمنى انني ما ننسى حتى شي حاجه. اول حاجه اللي خاصكم تعرفوا السيدات، بالنسبه للسيدات اللي بحروا بداو الحمل وحاسين براسهم عيانين، من حقهم اغي مالادي، يعني يتوقفوا على العمل، تتمشي عند الدكتور العام تاعك وتتمشي وتتهضري معاه، تقولي بان صحتك قليله وفي بدايه الحمل، هي هذيك وما قاداش وعيانه، يعني يوقفك على العمل. الحمل ماشي مرض بيان سور، سي با اون مالادي، ولكن كاينين سيدات صحتهم تتقلال فوقيت الحمل بحالي انا. يعني انا كيما شفتوا كيما تعرفوا الشهر الاول اللي حملت فيه كنت خدامه فيه، هي هذيك كملت شهير بالضبط شت راسي ما بقيتش قاده، مشيت عند الدكتور العام تاعي وقلت لي صحتي قليله ما بقيتش قاده نخدم، عطاني اغي مالادي. السيدات اللي الدكتور تاعهم العام، حيت كاينين شي دكاتره الله يهديهم تقول لك لا ما نعطيكيش اغي مالادي، سميتو خاصك تخدمي، ولا نعطيك 3 ايام ولا 4 ايام ترجعي تخدمي، ولا 5 ايام ولا داكشي، ما تيبغيش يعطيهم دي زاغي مالادي، يمشوا لي زورجونس السبيطار، تعطيهم دي زاغي مالادي، تشرحي ليهم على اساس انك عيانه وما قاداش، ولا اسواس ميدسان من تيجي للدار. السيدات ما تنساوش بان اسواس ميدسان تيجي للدار على اساس انه اللي كان عندك شي مشكل سورتو فوقيت الحمل، صحتك قليله فيك الغثيان لي نوزي لي فوميسمون الشمان، عندك مشكل، يعني راه هادشي كله، هاد الاعراض كلها اللي كاينه فوقيت الحمل حتى هي سبب من اسباب على اساس انك توقفي من العمل، يعني تكون عندكم هاد الرؤيه واضحه. كما تعرفوا بانني انا واحد الوقيته كنت خدامه في الليل، كنت نخدم بالليل. بالنسبه للسيدات اللي تيخدموا بالليل، في لوا دو طرافاي، في سميتو في قانون العمل هنا في فرنسا، السيده من تتحمل خاصو المشغل لومبلويور خاصو ياميناجي ليها الخدمه، ياميناجي الخدمه، يعني الخدمه بالليل خاصو يلقى لها خدمه بالنهار، ما تبقاش تخدم اللي كانت باغا تكمل تخدم في الحمل تاعها وصحتها قادة تخدم، يعني خاصها تبقى خدامه ولكن ما تخدمش بالطريقه تاعته هو على اساس انها تخدم بالليل، يعني يقلب لها الخدمه وتولي تخدم بالنهار. واحد المساله خاصكم تعرفوها، 3 شهور الاولى تاع الحمل كما تعرفوا على اساس ان الدوله الفرنسيه ما تيكونش معترف بهذاك البيبي، تنديروا تصريح تاع الولاده، تصريح تاع الحمل، سمحوا لي تصريح تاع الحمل تيكون في الشهرين ونص تاع الحمل، 3 شهور تصريح تاع الحمل تيكون على طريق الدكتور العام او على طريق الجينيكو على طريق الساج فام. المهم كاينين بزاف الطرق باش نديكلاريو على اساس اننا حامل، لاكاف و سي بي ام، يعني تيسيقوا الاخبار، ضروري انكم تعلموهم، اما يعطوكم ورقه سميتو دوها، ولا تيديروا الدكتور تيديرها اوتوماتيك. هذه من جهه. نرجعوا بالنسبه للسيدات الحوامل والظروف تاع الحمل تاع العمل حبابي، الظروف تاع الحمل، كنتي خدامه واحد الخدمه عيانه، يعني المشغل ضروري ينقص لك السوايع تاع الخدمه، تتشوفي راسك مهلوكه ما قداش تخدمي. البنات اللي تيخدموا في الميناج، تيديروا سميتو لي شومبر في الفنادق، البنات
اللي خدامين بحال هكذا في المؤسسات الصحيه بحالي انا، تيقدوا ما يبقاوش خدامين بزاف، اللي بغاو يكملوا يخدموا تينقصوا في السويع. يعني كاينين بزاف الحوايج. المهم اللي كانت الخدمه فيها العيا وفيها التكرفيص، المشغل ضروري انه يقاد ليكي الظروف تاع العمل بالنسبه للسيده الحامل في قانون الشغل، يعني ضروري ومؤكد. خاصك ضروري تقولي لي بانك حامله باش يقاد ليك. السيدات اللي تخدموا في لو سوبر مارشي تيديروا لا ميزون غيون. المهم اي عمل في التعب او ما يكون فيه لا تعب لا حتى شي حاجه، انتي صحتك قليله ما قاداش، انتي سيده عيانه سميتو من حقك تستافدي من لا غي مالادي وتستافدي من هاد المسائل لانك خدمتي وكوتيزيتي عليها. فوالا. بالنسبه للسيدات اللي تيسولوا على اساس انهم هما حملوا وكانوا في الشوماج، السيدات اللي كانوا في الشوماج ومعمرين الشوماج وتتخلصوا من الشوماج، من حقكم كل حاجه، يعني بحال شي وحده صلاغية، يعني اللي كنتي شوماج من حقك لا غي مالادي، من حقك الكونجي كونجي ماتيرنيتي، من حقك الكونجي بارونتال. يعني هذيك السيده اللي في الشوماج بحال ديك السيده في الصلاغية، يعني لي زانديمينيتي يعني الخلاص ما تكونش بحال بيان سور على حسب شحال تي تاخذي في الشوماج، ولكن عندك نفس الحقوق. راه ماشي وحده حيت في الشوماج ما عندهاش الحقوق، اللي في الشوماج هي عندها نفس الحقوق. وكما قلت لكم انا قبل ما نحمل كنت عندي كونطرا سي دي طون بارسييل مع واحد لامبلويور باقي، وهذاك لامبلويور ما خدمتش معاه، ما خدمتش معاه شي 8 شهور قبل ما نحمل، لانني كنت نقرا شي شويه تنكمل في شي حاجه كنت قلتها لكم، ولانني كنت نخدم معاه بالليل ولومبلوا تاعي تاع الليل اللي كانت سميتو ما كانش مسلكني، يعني بحال يديرني اون بوز، تفهمني يديرني اون بوز فوالا. وما كانش كونطرا سورتو، ما كانش عقد عمل معايا انا وياه اللي يكون فيه اللي سميتو لي سلكني في هذيك الوقيته، ولكن محسوبه عليه. في نفس الوقت انا كنت خدامه شويه بالنهار، كنت خدامه بالنهار، ومن تنخدم بالنهار وانا سميتو الصالير تاعي تيكون مزيان ما تعطينيش الشوماج، يعني الشوماج تيبقى ولكن تزادوا لي شهور كما تتعرفوا. والشهر اللي ما تنكونش خدامه فيه وانا تمشي نقرا، وهذيك القرايه اللي تمشي نقراها الكونسي جينيرال ريجيونال جينيرال هو اللي مخلص عليا، يعني ماشي الشوماج هو اللي مخلص عليا، الكونسي ديبارتمونتال هو اللي مخلص عليا واحد الطرف على واحد لا فورماسيون، هي هذيك محسوبه انني اون اكتيفيتي باش نكونوا واضحين. يعني حتى السيدات اللي دايرين دي فورماسيون وداك الشيء قبل ما يحملوا حتى هما راه عندهم ايسون اون اكتيفيتي، فهمتوني؟ يعني من حملت شهر الاول كنت في السبيطار خدامه، الشهر الاولاني كملتو في الخدمه، من بعد دارت لي الدكتوره تاعي كما شرحت في واحد الفيديو اغي مالادي. المهم حباباتي اللي بغيت نوصل لكم بان اي سيده حامله وكانت خدامه قبل ومعمره الشوماج وصلاغي عندها الحق في كل حاجه. حتى السيدات اللي حملوا والراجل الزوج بغى يرحل شي مدينه سبب تا هو من الاسباب، فهي عندها الحق انها تستافد. راه ماشي حيت حامله وغيرتي المدينه ما تستافدي من حتى شي حاجه، تستافدي يعني هذاك سميتو هذوك لي دغوا تاعك تتبعوكي
وخا تتبدلي الديبارتمون ولا خا تتبدلي المدينه وخا تتبدلي اي حاجه، لانك تكون سبب تاع العائله، تقوليها لامبلويور وتعطي هذيك الورقه على اساس ان الزوج تاعك عنده اون بروميس دو ترافاي فواحد المدينه هي هذيك، و لامبلويور مجبر على اساس انه يدير معاك فان دو كونطرا على اساس ان الزوج يرحل باش تمشي تيا الشوماج هي هذيك، وتاخذي المستحقات تاعك وانت حامل. يعني السيدات الحوامل راه عندهم حقوق، تكوني غير مشارجيا لي دغوا تاعك في الشوماج، تكوني خدامه طون بارسييل ولا طون كومبلي ولا دي سي دي دي سي دي دي ولا تخدم انت في الانتريم. مهم تكوني معمره، سميتو معمره، يعني كل شيء تستافد ما حد تكون خدام اي عمل بالقليل ولا بالكثير، المهم تكوني معمره واحد السويع توعكي باش تستافدي. السيدات اللي ما عمرهم ما خدموا ما تستافدوش، لان تجيني هاد السؤال بزاف، تقولي انا ما خداماش واش عندي الحق في الكونجي بارونتال ولا الكونجي د ماتيرنيتي؟ وحبيبتي ما خدمتيش ليك الله، سميتو ما عندكيش، غيكونوا عندك دي زياده، يكونوا عندك مساعدات اييه، ولكن الكونجي ماتيرنيتي والكونجي بارونتال راه بالنسبه للسيدات اللي خدامين، واخا تكون خدامه غير طون بارسييل، واخا تكون خدامه غير سويعات قليل، مشارجيا لي دغوا تاوعها عندها الحق بانها تستافد. فهمتوني؟ يعني هذيك السيده اللي هتجي عندي وتقول لي انا شوماج، راني كنت خدمت واحد 8 شهور وسميتو خدمت 8 شهور ودابا لقيت خدمه، ولكن راني لقيت راسي حامله وما قديتش نخدم، من حقك تمشي للسي بي ام حبيبتي، تهضري على راسك وتبيني ليهم هذوك لي بولتان سالير. انا تنهضر دائما بالنسبه للناس اللي عندهم لي بولتان سالير، يعني دي بروف جوستيفيكاتيف وهاد المسائل، تتوكلي على الله وتتمشي تقضي اغراضاتك. الكونجي بارونتال راه تغير حتى هو، ما بقاش كما قبل، لان فيه واحد النسبه بالنسبه للسيده وكاينه واحد النسبه بالنسبه للزوج حتى هو، هادي في حالات اللي كان الزوج او الاب او الكونجوان او الناس اللي دايرين الباكس، ومهم سميتو لائحه طويله، بغى سميتو بغى ياخذ حتى هو اون بارتي تاع الكونجي بارونتال، يعني كان واحد القسط بالنسبه للسيده واحد القسط بالنسبه لسميتو بالنسبه للسيد. كونجي ماتيرنيتي في 6 سيمانات قبل الولاده، بعد الولاده 10 اسابيع، ولكن اللي كنتي عيانه راه تمشي اغي مالادي قبل. فلاغي مالادي بالنسبه للسيدات الحوامل ما كايناش اون كارونس، نورمالمون كاين اون كارونس تاع 3 جوغ 3 ايام بالنسبه لاغي مالادي، ولكن في القانون تاع فرنسا بالنسبه للسيدات الحوامل ما كاينش لا كارونس، يعني تيعطوكي هذوك لي زانديمينيتي جورناليير تكونوا مقادين. يعني مثلا انا كنت شوماج، من سميتو كنت شوماج، بقيت ناخذ الشوماج تاعي، حبست الخدمه اون فوا، دوزت سميتو ليكوغرافي تاع سميتو تاع لي زورغان، فديك 3 شهور ونص تقريبا 4 دات ليا الجينيكو، لي هذيك مشيت تاع الدكتوره تاعي، الدكتوره تاعي قلت ليها راه كلشي داز مزيان، قالت ليا صافي، قالت لي هانديكلونشي ليكي سميتو الحقوق تاعكي صافي. يعني من اغي مالادي بقيت اشهور اغي مالادي، انا تقربت نولد بستة سيمانات، مشيت كونجي ماتيرنيتي من بعد الولاده
عندي كونجي دو ماتيرنيتي تاع 10 الاسابيع. من بعد هذيك 10 الاسابيع انا تنختار مالاكاف الكونجي بارونتال، يعني تنشوفوا على حساب المده اللي بغيت انا نجلس فيها في الدار نقابل ولدي هي هذيك، وسميتو نجلس في الدار. هاد الكونجي بارونتال تتشوفيه مع لاكاف، فيه تقدري تجلسي 3 شهور، تقدري تجلسي 6 شهور، تقدري تجلسي عام، تقدري تجلسي اكثر من عام. ومن بعد الزوج تياخذو حتى هو عنده واحد القسط تاع الكونجي بارونتال، يعني دو واحد الطرف يقدر يجلس ويقابل وتترجعي للخدمه، وتقدي تمشي تخدمي غير طون بارسييل شي شويه، ولا كاف تكملي لك الفليسات اللي بغيتي ترجعي تخدمي، ولا تخدمي 20 ساعه ولا كاف تكمل لك الفلوس تعطيك فليسات على اساس انك ما بغيتيش تخدمي 35 ساعه وانت باغي غير تخدمي 20. المهم لا كاف تشرحي ليها على حسب انت شحال من مده باغا تجلسي في الدار تقابلي هذاك البيبي، وطريقه وتعطيكي شحال هتخلصي وهادي 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 وهادي. ولكن المده الكبيره يعني اللي بغيتي تجلسي في الدار تجلسي تقابلي البيبي، يعني الماكسيموم يعني المده الطويله. بالنسبه للفلوس ما تتوصلش 400 اورو، يعني كل شهر تعطيكي، سمحوا لي حرقة المعدة والحواميض، يعني تتوصلي تقريبا هذيك 400 اورو تجلسي في الدار وتعطوك 400 اورو. كاينين البنات اللي تيشدوا ديك 400 اورو تيجلسوا في الدار تيقولوا بلا ما نبقاو مكرفسين حنا مع لانونو مع هادي وجري جري وتيبقى داك الوستخاس وداك الشيء. بالنسبه للبنات اللي عندهم السمين ولا اللي عندهم ما كانش عندهم بزاف الخلاص، بالنسبه لي زانديمينيتي تاعهم تاع الكونجي بارونتال، بالنسبه ما كانوش خدامين واحد الصالير كبير، يعني بالنسبه لهم هذيك 400 اورو تقريبا انا تنقول لكم يعني خير وبركه، فهمتوني. اما بالنسبه للسيدات اللي خدامين بواحد الصالير كبير 3000 يورو نات ولا 2000 يورو نات ولا 1800 يورو نات ولا 4000 ولا 5000، بيان سور تيكملوا 3 شهور الاغلبيه ترجع يخدم وتعطوا الدري نونو، فهمتي. يعني راه كاين بزاف الحوايج بالنسبه لهذا الكونجي بارونتال، وبالنسبه لهذا الشيء هذا الشيء راه كثير راه علام هذا الشيء، وكل واحد والوضعيه تاعو وكل واحد وسميتو والطريقه تاعو كيفاش خدم وكيفاش عمر النقط تاعو. ولكن على العموم اي وحده خدمات واي وحده في الشوماج واي وحده خدمت بالقليل ولا بالكثير، تنقول القليل ولا بالكثير، تتكوني معمره لي دووا تاعك، عندك الحق في كونجي دو ماتيرنيتي، عندك الحق في الكونجي بارونتال، عندك الحق في كل شيء، وعندك بيان سور الحق في لاغي مالادي، هادشي كله عندك الحق فيهم. يعني باش نكونوا واضحين، يعني واخا تكوني خدامه عند الناس سميتو سويعه تقلال غير 20 ساعه، بالنسبه سورتو بالنسبه للبنات اللي تيسونو لي زوكسيير دو في ولي زاسيسون دو في، بالنسبه للبنات اللي تيخدموا في الميناج، بزاف البنات سولوني فهادشي، تخدمي فين ما خدمتي، تخدمي فين ما خدمتي، تخدمي عند الناس مقابله ليهم وليد ولا شي حاجه، المهم تكوني خدامه واحد المده، على الاقل تكوني خدامه واحد المده واحد 6 شهور تقريبا هي هذيك، ومعمره الحقوق تاعك والنقط تاعك وعندك الحق في هذا الشيء كله. فوالا. وبيان سور تنأكد على السيدات سي بي ام، كان عندك شي مشكل وعندك شي حاجه راه تتمشي وتاخذي تيشرحوا ليك وتفسروا ليك، ولا كان عندك شي مشكل عندك الحق في لاسيستون سوسيال اللي كاينه في سي بي ام، الضمان الاجتماعي لا كاس بريمير دالوكاسيون تتمشي عندهم وتشرح ليك لاسيستون سوسيال، يعني
عندك شي تساؤل تقدري تصيفطي لهم واحد في سميتو في لابليكاسيون تاع امالي، كاين واحد العيبه في لابليكاسيون تاع امالي ميساجري، تكتبي لهم اللي كان عندك شي تساؤلات وداكشي وتصيفطي لهم تساؤل وتجاوبوكي باش نكونوا واضحين. تلفتي ما عرفتيش شي حاجه تتسولي بيان سور، ولكن الحاجه اللي انا ناكد عليها في هذا الفيديو وغنشرحها، عيانة في الحمل مدقدقة ما قداش باباغاش ما باغاش تخدمي عندك حقوقك، هذاك لومبلويور اللي هيجبرك تخدمي انتي في وضعية غير صحية باستطاعتك تمشي اغي مالادي، الدكتور العام تاعك ما بغاش يعطيك اغي مالادي فيها شهر ولا فيها شهرين ولا غير شهر ترجعي عدو تتغنوف ليها، انا كنت ندير شهر ومن بعد ولا تيدير ليا شهرين ثلاثه شهور فهمتيني، تتغنوف ليها تتمشي لو زورجونس ولا اس او اس ميدسان تيجيو عندك للدار تيديرو لك ان اغي مالادي على اساس انك ما قداش تخدمي، ولا تتهضري مع لومبلويور تتقولي ليه الفو اميناجي الخدمه تاعي ما بغيتش نخدم انا ها هو اللي بغيت نخدم غير هاد السويعات هادي، ضروري تتلقاي ليه الحلول سينو في قانون العمل راه هو مكرفص عليكي باش نكونوا واضحين. ورجع لكم واحد النقطه بالنسبه للاميتويال، كانوا سولوني بزاف البنات على قبلت لاميتويال، بالنسبه ليا انا لاميتويال انا كما قلت لكم ما خدمتش مع لومبلويور تاعي هذاك السي دي طون بارسييل، ما خدمتش معاه واحد المده كما قلت لكم انا راه كنت خدامه شي كومبلو سيرفيس درت شحال من حاجه على هذا الاساس كان لو دوسي تاعي اسي كومبليكي بالنسبه للسي بي ان، ولكن تعطل ليا لو دوسي تري تاع دي معطل لانني كنت مره في الشوماج كنت مره هنا مره هنا ودي لي بولتان سالير بزاف كنت شرحتها في واحد الفيديو مزيان هذه المساله. المهم علينا لومبلويور تاعي هذه تقريبا شي عام، المهم قبل ما نحمل تقريبا شي 10 شهور ولا شي 11 شهر ما خدمتش معاه، ما شديت معاه حتى كونطرا ما خدمتش معاه لانني كنت هنا وهنا وهذاك لو كونطرا سميتو لي اقترح عليا. المهم ما تقاديناش في الهضره ما علينا، انني كنت نشد معاه الليل ما علينا. المهم هذاك لومبلويور اضطريت انني نقول ليه بانني حامله، غير حملت قلت ليه عيطت عليه، المهم درت لي لا ريكوموندي لا حتى شي حاجه ما وصلناش لهذا الشيء، درت لي غير سميتو عيطت عليه وقلت ليه بانني حامله. علاش قلت ليه بانني حامله؟ لان لو في انني عندي لا ميتويال تاع لا سوسيتي ميتويال غروبي خاصني ضروري نعلمه، لان اللي ما علمتوش هو بحال اللي بغى يوقف معايا الخدمه على اساس انني مده ما خدمتش معاه هو تيخلص عليا واحد الطرف تاع الفلوس وانا تنخلص واحد الطرف تاع الفلوس، يعني انا تنخلص تقريبا 155 اورو في الشهر من جيبي انا اللي مدخله بوات رايان معايا في لاميتويال ومدخله رايان ولدي معايا في لاميتويال، يعني انا اللي عندي لاميتويال تاع الدار بالخدمه تاعي باش نكونوا واضحين، كان باستطاعة الراجل عدي دخلنا في هذيك الوقيتة هو يديرها، ولكن المهم أنا في هذيك الوقيتة اختاريت أنني أنا ندخلهم لأسباب خاصة. المهم حباباتي يا هذيك اضطريت أنني نقول لي حاملة، علاش؟ لأن بعد نوبات في لي كونطرا تاع الخدمة اللي ما كانش هاد السيدة خدمت معاك واحد الفترة باستطاعته هو يعيط لاميتويال ويقطع ليا التأمين لاميتويال، مزق انا مخلصه لاميتويال على اساس انني بوحدي، ولكن لاميتويال بوحدي اللي هنخلصها ماشي غروبي تتقام غاليه، انا يعني هو تيخلص عليا واحد الطرف تتخلص عليا وقيله 25 مع 30 اورو، المهم يعني تيخلص عليا واحد الطرف، يعني اضطريت نقولها ليه ولو في انني قلتها ليه ما يقدش يحيدني لانني انا باقا محسوبه عليه، لانني ما درت يعني واخا ما خدمتش عدو مده ونعدي سيدي
طون بارسييل ما ما عندوش الحق يحيدني وما عندوش الحق يدير شي حاجه، لان لو في انني حامله القانون فلاميتويال تيحمي السيده الحامل، يعني ما يقدش يديتاشيني لي ديتاشينا، يعني لي نحيدني نحاني نقد نصيفطو سميتو نصيفطو البرودوم، نقد ندعيه ندير معاه مسطره قضائيه ونربحو، ولكن ضروري انا خاصني نعلمو. المهم علمتو قلت لي راني حامله، قال لي صافي. علمت لا ميتويال قلت لهم راني حامله بيان سور، ورقه تصريح بي تصريح بالحمل. انا مثلا نقول لك معلمتو راه هضره وكاينه داك التصريح بالحمل، هاد الورقه تصريح بالحمل تاع الجينيكو اللي عطاتني فيها انني حامل سميتو من هاد لادات وعدي لو تيرم تاع هاد لادات وانني عندي جنين واحد في الكرش، انا تكون مبين تيكتب واش عندك واحد ولا عندك جوج ولا ثلاثه، فهمتوني يعني. يعني هو صافي ما يقدر يدير حتى شي حاجه، لان علاش قلت لكم هذه القضيه هذه المساله اونتر بارونتيز، لان شحال من سيدات جرى لهم هذا المشكل، وانا معايا بنات كانوا خدامين معايا بهذه الطريقه شي كومبلو سيرفيس، يعني خدامه راسي وخدامه مع داك السيد بلي كونطرا يا هذيك فوالا، جرى لهم سميتو مرضوا وعياو وكان شي حاجه وحبسوا الخدمه يا هذيك، هو ما قال لهم حتى شي حاجه ولكن هو عارف انهم كانوا عيانين ولا شي حاجه يا هذيك، وعيط لا ميتويل وحبس عليهم بحال هكذا، حبس لهم الكونطرا. يعني السيده ما بقاش عندها لا ميتويل، من مشات دير لا فيزيت عندها في الكلينيك ولا في السبيطار ولا شي حاجه، من دخلت للسيستيم ما بقاش لا ميتويل. عرفتي شنو هي؟ ما تبقاش عندك لا ميتويل وتدخلي للسيستيم وتكوني باغا الله يحفظ ديري اوبيراسيون ولا ديري شي حاجه، عرفتي شحال تتخلصي؟ اللي كانت شي حاجه خفيفه راه القضيه سهله، اما اللي كانت شي حاجه كثيره راه القضيه فيها شل فلوس. وتنعرف واحد السيده جرات ليها جاب الله ان سميتو اش تيديرو في لي زوبيراسيون، بغات دير واحد لوبيراسيون تاع ظهرها، جاب الله انها من بغات دير بري ادميسيون قبل لوبيراسيون ب 15 يوم، لان تديري بري ادميسيون من بعد ما تجي للسبيطار يعني تديري لادميسيون، يعني تتعمري بري ادميسيون. من دخلت عطاتها لا ميتويال ودخلت السيستيم قالت لها راه ما بنتيش ليا، قالت لها سي با فري سميتو صاحبتي قاوريه، قالت لها راه ما بنتيش ليا، قالت لها نو، قالت لها رانا خدامه غير طون بارسييل مع واحد هذا وعطاتها الوراقي وداكشي، قالت لها ما بنتيش ليا، قالت لها يا بروبليم. عيطت لها ميتويل قالت لها راه حيدكي اي وسيده دير اوبيراسيون، رجعت لها كو فسرت لها قالت لها راه حيدني وهادشي، قالت لها تمشي قالت لها دابا، قالت لها سي بي ام ودخلي وتهضري مع اسيستون سوسيال، لان لوبيراسيون بروغرامي باش تلقى لك حل باش تقدر دير لوبيراسيون، كاينين حلول. تنعاود نقولها كاينين حلول في المجال الصحه، في هاد الشيء كاينين حلول، ولكن بنادم ما يجلسش يربع ايده ويبقى جالس، تتحرك تتمشي للسي بي ام تتسولي على راسك تشوف لاسيستون سوسيال، كاين لاسيستون سوسيال تهي في السبيطار، كاينين حلول فهمتيني. البنات اللي عندهم سي ام حتى هما كاينين حلول، كلشي كاين حلول، ولكن بنادم تيتحرك وتيسول على راسو. المهم طولت في الفيديو وهضرت تسخفت، خليت لكم الصحة والسلامة والعافية، نتمنى يكون الفيديو فيه منفعة، الله ييسر الله ييسر لكل واحد والله يبارك لكل واحد. الإنسان ما يمكنش يكون عارف كل شيء، أنا لوخات هادشي كله عارفاه لأنني أنا مدة وأنا في فرنسا وسميتو أصحاباتي بزاف خدامين في السي بي إم وخدامين في لاكاف وهادشي، يعني كنعرف بزاف الحوايج، ولكن ما يمكنش تنعرف ولكن ما هنعرفش كل شيء، ولكن هذاك الشيء تنعرفو راه تنوصلو ليكم، الله ييسر الله يبارك.